بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتممنا ولله الحمد ما يتعلق بكتاب البيوع وكذلك ما يتعلق بكتاب المواريث. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب النكاح. قبل البدء بهذا الكتاب، الأصل أننا نذكر بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الذي يقدر على النكاح يتزوج، أما الذي لا يقدر ماذا يصنع؟ لابد أن يرجع إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، وبالصيام يكون تقليل الطعام والشراب، يقلل من الطعام والشراب، يصوم، يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. ترك فضول الكلام مما يتكلم بعض الناس هدانا الله إياه، وهناك كلام قد يثير الشهوة عند بعض الناس ويجد أنه لا يطفع الشهوة إلا في محرم. يقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يتذكر ما عد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة: يغض البصر عن المحرمات، ويعلم أن بهذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبتعد عن كل ما يكون سبب للفتنة، الدخول على بعض القنوات الانترنت، ولا يعني يدخل إلى هذه القنوات إلا للضرورة فقط. يحرص ألا يكون وحده في بيت أو في أي مكان، لا ينام إلا وهو متعب ويريد النوم، يزور القبور الزيارة الشرعية. أراد أعداء الإسلام أن يوقعوا أهل الإسلام فيما هم فيه، حتى تختلط الأنساب ولا يعلم الأب من الابن، من الزوجة، من كذا. على اعتبار ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وغيره أن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم، كما تدين تدان. قال: يا غلام صغير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله في كل الأمور يحفظك. تعرف على الله في الرخاء، قال، يعرفك في الشدة. أنت تطلب من الله وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن مع العسر يسرا. وغير هذا مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. بعض علماء السلف كان يقول لطلاب العلم، يقول هذا، فما بالك غير الطلاب، يقول: جنبوا مجالسنا ذكر ماذا؟ شهوة الفرج وشهوة الفم. فنحرص على هذا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إن استطاع النكاح تزوج.
أما بالنسبة لمن يعني تزوج لابد أن يعلم أنه في نعمة، ولابد أن يحفظ هذه النعمة. كذلك يعني ما يذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه يراعي ما عليه الآخرين، يعني من الشباب الذين لم يتزوجوا، يعني لا يظهر الكلام أحيانا، ولا يسكن هذا المتزوج في أماكن فيها شباب غير متزوجين، وهذا في العادة، لأن يكون بهذا تأثير واختلاط أحيانا وبعض الإشكالات. من يذكر لي ما هو حكم النكاح؟ من يعرف؟ من يعرف ما حكم النكاح في الإسلام يا إخواني؟ نعم يا أخي، أوقف. طيب، من يذكر لي حكم النكاح؟ نعم يا أخي، مباح. فتح الله عليك، خطأ، اصبر، أوقف، أوقف، مباح. نعم، غيره. البقية لا أعرف حكم النكاح. سبحان، أنا ظننت أنه هذا الباب يعني من هو من يأتي من هو يعني أفقه مني، مع أني لست بفقيه. نعم، فتح الله عليك، أصب، أجلس. النكاح يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة. نكاح في حق بعض الناس يكون في حقه واجب، استطاع للنكاح له قدرة عن النكاح، قدرة مالية وقدرة بدنية، ويخاف من نفس الوقوع، نسأل الله السلامة والعافية، في الزنا، هذا يجب عليه النكاح. يستحب في حق من استطاع للنكاح ولكن لا يخاف من نفس الوقوع، الوقوع فهذا يستحب له. مباح في حق من لا حاجة له في النكاح أصلا. يكره في حق من لا يقوم بما يجب عليه من الحقوق، أي بعض الحقوق. هناك النكاح في بعض حق بعض الناس يكون عليه حرام، كأن يكون ليس له قدرة على النكاح، مريض، أو ما يكون من بعض الناس هدانا الله وإياه من التلاعب بالشريعة وغيره. تنكح المرأة لأربع على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: فينبغي من الفقهاء، هي مقابل يجب، ولا ينبغي مقابل يحرم، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكان على هذا إمامنا الإمام مالك رحمه الله، كان يقول يكثر ما يقول لا ينبغي. لماذا؟ ورع وخوف من الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تفتروا على الله الكذب. ينبغي أن يتخير ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يحرم عليه يخطب على خطبة أخيه، كما تقدم معنا أنه لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. يحرم عليه التصريح بخطبة المعتدة، من كانت معتدة، على ما سيأتي معنا بإذن الله في العدد. لكن يقول يجوز له أن يعرض بخطبة الأرملة من مات عنها زوجها. تعليق: ماذا يصنع؟ يبحث عن ذات الدين، له أن ينظر إليها بإذن الولي. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أمور، منها أن الرؤية للمخطوبة تكون بعد الاتفاق مع الولي على جل مسائل النكاح، لأن المرأة الآن
يعني عندما يأتي ويراها الخاطب ثم يرجع عن خطبتها قد تتأثر، فماذا تصنع؟ اجلس مع الولي وانظر المسائل التي يعني تكون كذا، إن اتفقتم اتفاق أولي بعد هذا يكون النظر إلى المخطوبة بإذن الولي. ما يصنع بعض الناس عدانا الله إياه من الاستعجال ومن فتح باب شر عظيم وهو الحديث والاتصال عبر الجوال وإرسال الصور وغير هذا. تريد أن تبدأ هذه الحياة بماذا؟ بطاعة لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. في خطبة النكاح يذكر خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد في النكاح من إيجاب وقبول. الولي يقول للزوج أنكحتك أو زوجتك ابنتي، ويحدد البنت إذا كان لديه أكثر من بنت، أو يميز هذه البنت بماذا؟ بعلامة تعرف بها. مثاله يقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي الكبيرة مثلا أو العوراء مثلا، مفهوم؟ سبحان الله، في أمور الدنيا لا تحب هذه الأشياء، طيب في أمور الآخرة أصلا من باب أولى. القبول يكون من الزوج، يقول قبلت. يذكر العلماء أن هذا في باب النكاح ليس كما ذكرنا في باب البيع، أنه لابد يقول بعتك هذه السلعة ويقول قبلت، يقول لا، أنه كل ما جرى به العرف أنه بيع فهو بيع ما لمخالف الشرع، لكن هنا في النكاح يقول لابد من إيجاب وقبول. لابد في النكاح من رضا الزوجين، رضا الزوجين. الصغيرة يجبرها أبوها، لكن هنا الإجبار لأنها تستحي، والحياة لا يأتي إلا بخير، يجبرها على النكاح دون أن تكون لا تريد أن تتزوج أصلا أو لا تريد هذا الزوج. والأمة يجبرها السيد. لا بد فيه من ولي، وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام. بعض الناس هدانا الله إياه يتفق مع الولي في كل شيء، وعندما يحصل بينهما شيء يأتي ويقول هذا الولي كافر لا يصلي. طيب قبل هذا أنت أتيت إليه وكذا، سبحان الله، اليوم أصبح كافر لأنه يعني رفض كذا وكذا وكذا. طيب ماذا تصنع؟ قال آتي بأي أحد وأجعل ولي لهذه المرأة، هل يصح هذا؟ لا يصح. تنتقل الولاية إذا كان الأب كافر، ومن يحكم بكفري؟ أنت؟ لا، يحكم العلماء، ثم هم يذكروا لك من ولي هذه المرأة. نعم، أما تنزع الولاية عن هذا الولي وتجعلها في من تحب، سبحان الله. مسألة يعني توثيق العقد، هذا فيه حفظ للحقوق سواء للزوج أو للزوجة. وكم من قضايا كثيرة الآن وقعت يتزوج بلا توثيق ولا غيره، ثم بعد فترة يترك الزوجة وهي حامل، ولا يطلق ولا ينفق ولا يأتي أصلا ولا يدرى إلى أين ذهب. فلا بد من التوثيق، توثيق العقوق. وقال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، من إعلانه الإشهاد عليه. إذن لابد في النكاح من رضا الزوجين، ولابد من ولي وشاهدين. وسيأتي معنا باب كامل في الصداق، أنه يجب أن يدفع الزوج للزوجة صداق. كذلك
لابد خلو الزوجين من الموانع وهي المذكورة في باب المحرمات من النكاح على ما سيأتي معنا. طيب المحرمات، المحرمات إما محرمة إلى أمد يعني إلى أجل، أو محرمة إلى أبد، لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام حلال عليك. محرمات إلى الأبد يعني على التأبيد، من سبع من النسب، الأم وأم الأم، الأمهات وإن علوا، أم الأم وأمهاتها. طيب أم الأب كذلك، أم الجد كذلك، أم أبو الجد كذلك، الأمهات وإن علوا يعني الأصول، وأمهات الأصول، العمات، عمات الزوج، وعمات الأب، وعمات الجد، المحرمات على الأصول، محرمات على الفروع. يعني الآن والدك الآن هل يصح له أن يتزوج من عمته؟ لا، وأنت كذلك أصول. طيب البنات، البنت اعتبر القرابة قرابة لك، أنت الزوج، البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت البنت كذلك. نعم، هؤلاء الفروع تفرع منك، ومن قبل ذكرنا الأصول. الأخوات يقول مطلقا أي أخت لك فهي حرام عليك، أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. بنات الأخوات بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، وبنات الإخوة بنت الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ذكرنا العمات أي عم لك شقيقة أو لأب ولأم، وكذلك عمات الأب وعمات الجد. والخالات خالة شقيقة ولأب ولأم، وكذلك خالات الأب وخالات أبو الأب الجد وكذا، ولأحد أصوله. وسبع من الرضاع مثل هؤلاء. كيف تعرف من الذي يحرم من الرضاع؟ ترجع إلى نفس المذكورين. رضع خالد من مرأة تسمى بسعاد، فهذا خالد الآن نعتبر أن خالد هو مثل ابن سعاد، هذا لديها ابن، الابن هذا يحرم عليه أن يتزوج من من؟ من أمه، من سعاد. فهذا خالد، هذه هي أم له من الرضاعة أي سعاد، أم سعاد كذلك أم لها جد لهذا من الرضاعة وهكذا. لكن إخوة خالد خويلد مثلا، خويلد هذا هل يصح له أن يتزوج ببنت سعاد؟ نعم، ليس له علاقة، العلاقة فقط بهذا الذي رضع من هذه المرأة على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الرضاع. وأربع محرمات بالمصاهرة، أم الزوجة وأمهاتها، أم الزوجة وجدة الزوجة وهكذا. طيب وبنت الزوجة، بنت الزوجة يعني هي مزوجة من قبل وكان لديها بنت، فالبنت هذه هل تحرم عليك أم لا؟ الأم تحرم، أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد، تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وبنت الزوجة تحرم عليك بمجرد الدخول أي بعد العقد. وهذا فيه أنك تنتقل إلى الأدنى للأعلى، هذا بماذا؟ بالعقد،
إلى الأدنى إلى الصغيرة دون الكبيرة. أما بالدخول لا تنتقل لا إلى الأدنى ولا إلى الأعلى، وتسمى بنت الزوجة بالربيبة. زوجات الآباء، زوجة الأب، تزوج الأب غير أم هذا الرجل فهي زوجة أب، وكذلك زوجة الجد محرمة عليك. زوجات الأبناء زوجة الإبن، وكذلك أبناء الأبناء. نعم، المحرمات إلى أمد. أخت الزوجة الآن تحرم عليك من حيث النكاح، لا تستطيع أن تجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وخالتها. هل معنى هذا أن هذا الزوج محرم على أخت الزوجة؟ لا. ولا معنى هذا الذي يكون قد تزوج 4 نسوة يكون النساء في حقي كلهن محارم؟ لا، هو يحرم عليه النكاح فقط. أما هذه يعني من الأقارب، قال أفرأيت الحمو؟ قال نعم. قال الحمو الموت أشد خطر من البعيد، هذا القريب أشد خطر من البعيد. نعم. طيب، لا يمكن أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وأختها وكذلك خالتها. نعم، يجوز للحر أن يتزوج ب4 نسوة، وأما العبد فلا يجوز له بأن يجمع أكثر من 2. وأما ملك اليمين فله أن يملك ما شاء بشروط مدونة في كتب الفقهاء. طيب، ذكرنا فيما تقدم في محظورات الإحرام أن المحرم بحجة وعمرة لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي. تحرم المحرمة بحجة وعمرة حتى تتحلل، نعم، من إحرامها، وكذلك المعتدة على ما تقدم معنا، وتحرم نسأل الله السلامة العافية الزانية على الزاني، تحرم الزانية على الزاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الزوج نسأل الله السلامة العافية إذا كان يزني والزوجة تعلم بهذا، فهي إما أن تقر بتحريم الزنا ولا تنكر على الزوج فهي مشاركة له في الإثم، زانية في الإثم، أو مشركة إذا أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أي أنكرت تحريم الزنا. وكذلك نسأل الله السلامة العافية إذا كانت الزوجة تزني ويدري عنها الزوج وأقرها على الزنا، فإذا كان مقر بتحريم الزنا فهو مشارك لها في الإثم، وإن أنكر تحريم الزنا فهو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا على قول في تفسير الآية. تحرم كذلك المطلقة 3 من الزوج حتى تنكح، أي حتى يطأها آخر غير هذا الزوج، ثم بعد هذا يطلقها وتحله. نعم، الرضاع الذي يحرم ما يكون قبل الفطام، أي قبل إتمام 2، وهو 5 رضعات يقول فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. من صاحب اللبن؟ زوج هذه المرأة، أي زوج سعاد على ما مثلنا في المثال الأول. نعم، هو والده من الرضاعة. طيب، الشروط في النكاح، نريد أن نأتي بقاعدة فيها الشروط سواء كان في النكاح أو في البيوع أو في أي شيء. الشروط في أي عقد من العقود، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إجارة، أي عقد من العقود
تقول الشروط في كل العقود تنقسم إلى قسمين، شرط لازم وشرط زائد، شرط لازم وشرط زائد. الشرط اللازم يعني يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد أو في العقد، شرط لازم يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، وهذا هو من مقتضى العقد أصلا. الثاني شرط زائد يأتينا إن شاء الله تعالى. مثال: تزوج امرأة ثم لم ينفق عليه لا طعام لا شراب لا عشرة بالمعروف، كل يوم في الليل والنهار أتزوج عليك أتزوج عليك وأصنع ولا سكنى ولا غيره. فجاء الولي إلى الزوج قال: يا أخي لماذا تصنع هذا؟ قال: أنت لم تشترط وقت العقد السكنى والنفقة والعشرة بالمعروف. سبحان الله، يقول الولي هذا من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، لأن ذكر هذا في مجلس العقد يعني أمر معلوم، فلا داعي أن أذكر لك العشرة بالمعروف والنفقة وغير هذا. أو يقول الأولاد ليسوا لي. سبحان الله، إذن لمن شئت أم أبيت؟ لابد، هذا شرط يسمي العلماء شرط لازم، شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. الثاني شرط زائد. الشرط الزائد هذا ننظر فيه، إذا كان يحل الحلال يعني لا يقلب الحقائق، يعني لا يجعل المحرم حلال ولا الحرام حلال، فهذا يجب الوفاء به إن ذكر في العقد لأنه لا يخالف الشريعة. هذا قسم. يعني مثاله: اشترطوا على الأخ، اشترط الولي على الزوج قال لابد أن تصنع أمور للزوج، إكمال الدراسة وسكنة في بلد كذا وشقة 5 غرف وسيارة بورش وتصنع لها تدفع لها كذا وكذا مهر. هذا شرط زائد، ننظر في هذه الشروط، قلبت الحقائق؟ لا، وافق، إذن يجب الوفاء به. مفهوم؟ إذن هذا شرط زائد لكن غير مخالف للشرع، يجب الوفاء به. الثاني شرط زائد لكن مخالف للشريعة، يجعل الحرام حلال والحلال حرام. قال لابد أن تصنع عرس، قال حاضر، وتأتي في هذا العرس بالخمور والمعازف والدخان ونصنع كذا وكذا وكذا وكذا. ماذا يقول؟ قل حاضر، أبشر، نكتب. قال أكتب. إذا كان هذا الولي يعرف الحكم، في الغالب أنه يعرف حكم الخمر وأكل لحم الخنزير، فإذا كان يعرف الحكم يقول الفقهاء نكاية به، يقول قبلت ويحرم عليه الوفاء وانتهى الأمر. هذا إذا كان الولي عالما بالحكم، وإذا كان جاهل بالحكم يقول هذا حرام، قال نعرف أنه حرام، تصنع أو لا؟ يقول أصنع ويحرم الوفاء بهذا الشرط. الدليل، ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة قصة بريرة رضي الله عنها، عندما أرادت عائشة أن تعتق بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فسألت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشرط، هذا شرط زائد لكن مخالف للشريعة. نعم، قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء.
ما يصلح هذا الشر ولا وفاء به، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لا ولاء لهم ونكاية بهم يكون هذا القبول، مفهوم؟ أما أن تأتي بالخمور وكذا أعوذ بالله. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين في كل عقد، شرط لازم مقتضى العقد يجب الوفاء به، شرط زائد ننظر فيه، موافق للشريعة يجب الوفاء به، مخالف للشريعة يحرم الوفاء به. إن كان الولي عالما بالحكم تشترط ولا وفاء. باب العيوب في النكاح، قلنا أن الخاطب عندما يأتي وإن يقول وتسمع لقوله كلام حسن وتفاهم وهدوء ويتحدث عن نفسه، الحمد لله حضرنا الدورة درسنا كتاب النكاح وأنا أعرف هذه الأمور وعندي تزكية من الشيخ فلان وفلان، وكان أحب أن يأتي معي لكن أنت تعرف المشاغل وكذا، ويعني إن شاء الله ترى ما يسرك مني، ونحن عائلة عرفت بكذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد أن يحصل أدنى إشكال أي بعد الدخول العقد والدخول يبدأ بالصورة الحقيقية ويأتي للشيخ، قال يا شيخ والله لعبوا علي وبها عيوب، ما هذه العيوب؟ ننظر الآن العيوب في النكاح، العيوب في النكاح لا بد النظر فيها، هناك أشياء قد يراها بعض الناس عيب وهي ليست بعيب، مثاله عندما جاء للشيخ قال والله أعوذ بالله، يا أخي عينيها صغار جدا، هذا ليس بعيب في النكاح، ما مدخل هذا في عيب في النكاح، على ما البعض يحب أن تكون العيون صغيرة، صح؟ أي نعم، فهذا يرجع باختلاف الأشخاص وكذا، فالعيوب في النكاح ننظر إلى هذا العيب، هل هو عيب معتبر أم لا؟ طول الشعر مثلا وقصر الشعر هل هو عيب؟ لا ليس بعيب، مفهوم؟ نعم. طيب ننظر في هذا العيب، هل علم به الزوج قبل العقد؟ نعم أم لا؟ إذا علم به ليس له أن يقول أن هؤلاء قد صنعوا وصنعوا بي ولم يبينوا لي العيوب، يجب على الولي إذا كان يعرف هذه العيوب ولكن تكون هذه عيوب معتبرة أصلا، كان يكون بها عطاس أو زكام، صحيح؟ ليس بعيب، لكن تعاني من مرض مزمن مثلا فهذا عيب، سقطت من فوق السرير أيام كانت في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، قال لم يخبروني بهذا كذبوا علي وأنا أريد أصنع بهم وأصنع بهم وكذا، سبحان الله، ما يعطوك شريط مسجل عن حياتها في كل شيء، ننظر العيوب هل هي معتبرة أم غير معتبرة، وهذا يرجع فيه للقضاء أصلا. نعم. طيب جنون، بها جنون، ليس جنون الغيرة، لا ممدوح هذا، بها جنون يعني مثلا تسرع في كل النهار ولا تدري عن شيء فهذا عيب، بها الصلاة والسلام جذام، نعم
طيب، فإذا علم الزوج الولي بهذا العيب وجب إعلام الزوج بهذا، هذا إذا علم الولي بالعيب. وإذا كان لا يعلم، نعم قد يكون هذا العيب ظهر وهذه الزوجة أخفت هذا العيب عن الولي، فالآن يرجع الزوج على من؟ يرجع الزوج على من غره، على من أخفى عليه العيب. إذا كان الذي أخفى العيب هو الولي، فالولي هو الأول عندنا يحاسب، وإن كان لا يدري نرجع على الزوجة. طبعا القاضي هو الذي يحدد هذا. إن لماذا دائما نذكر العيوب في النساء ولا نذكر العيوب في الرجال؟ سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. تريد صديقا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ ما يمكن. يقول ابن سعدي رحمه الله أن الحكم هذا ينجر للحكام، نعم، فلا يفرك الرعية الحاكم إن سخطوا منه خلقا رضوا منه آخر والحمد لله. يعني أنت ليس فيك شيء. وأحيانا الله يعني يأتيك البعض ويذكر لك يعني أشياء يعني عيب أن يتكلم بها، يقول: لم تطبخ لي في يوم كذا. سبحان الله، نبي الأمة إخوان يدخل إلى بيتي يقول: هل عندكم من طعام؟ يقول: لا. قال: إني صائم. الحمد لله. تدخل إلى بيتك: هل هناك طعام؟ يقول: لا الحمد لله إني صائم. تصوم؟ قد تصوم يعني، الله أعلم، في أوروبا الله أعلم ممكن تصوم، الحمد لله. طيب، إذا وجد العيب من الزوج وأنه لا يستطيع الوطن، قال: يؤجل إلى سنة، فإن وطئ وإلا إن بقي على الحال فلها الزوجة الفسخ. إن أعتقت الزوجة تزوج أما، تزوج الأمة اشترط له شروط. تزوج الأمة، ما استطاع على نكاح الحرة وكان بحاجة للنكاح، تزوج أمة ثم اعتقت، فلها الآن الخيار أن تختار أن تبقى مع الزوج أو تختار الفسخ. نعم، إذا وقع الفسخ قبل الدخول، قبل أن يدخل بالزوجة، قال: فلا مهر. وإذا وقع الفسخ بعد الدخول بالمرأة، يعني بعض الناس هدانا الله إياه يرى العيب قبل الدخول بالمرأة، إذن لا تدخل عليها، يدخل ثم بعد هذا يقول: أنا أطالب بكذا، رأيت العيوب؟ قال: نعم. ولماذا الآن قبل؟ قال: يعني ما كنت أعرف وأنا شاب حديث عهد وكذا. سبحان الله، يرجع الزوج على من غره، وقلنا الأصل أنه يرجع على الولي، وإذا كان الولي لا يعرف العيب يرجع على الزوجة. بماذا؟ بالقضاء الشرعي. الصداق هو ما يدفع الزوج للزوجة لا للولي، فالصداق هو من حق الزوجة، ينبغي أن يخفف. هذا الذي يقول المؤلف، لا أن يلغى. وبعض الناس يلغي ويقول لا مهر أصلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرأة لابد أن تعطى شيء، لأنها الآن تعطي الزوج أغلى من أغلى ما تملك. طيب، فإن تزوج المرأة ولم يسمي لها صداق،
فلها مهر المثل. من المثل؟ مثيلات هذه المرأة، أختها، بنت الخالة، بنت العمة، على ما عليه مثلا الناس في هذه الأيام. طيب، إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يمتعها بأن يعطيها شيء، يعني هذا دون الصداق. نعم. طيب، يتقرر الصداق كاملا، يعني لابد أن الزوج يعطي الزوجة كل الصداق. بماذا؟ بالموت. عقد عليها ومات، فماذا نصنع؟ هذا يعتبر دين على الزوج، تدوم تجهيز ثم دون نعطي، هذا ليس من التركة، ليس من الإرث، هذا من تركة الميت، نأخذ ونعطي الزوج الصداق بالموت أو بالدخول، إذا دخل بها وجب لها المهر كاملا. يتنصف المهر بكل فرقة تكون قبل الدخول من جهة الزوج، كالطلاق كان يطلق قبل أن يدخل، يتنصف المهر. ويسقط المهر بالكلية إذا كان الفراق من قبل الزوجة، نعم، أو بالفسخ إذا كان لعيب، وقلنا يرجع بالصداق على من غره. ينبغي، يقول، لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العشرة بين الزوجين، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، بالمتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف الشريعة. المتعارف عليه الآن مثلا، يقول المتعارف عليه أنه يأتيها بلباس جديد في كل عيد. أي عيد؟ عيد الفطر مثلا، اعتاد الناس على هذا، يعطيها الكسوة، الطعام والشراب، يطعمها ما يأتي الناس، يعني في هذا المجتمع، ما لم يخالف الشرع، يعني لا إسراف ولا تقتير. يلزم الزوجة طاعة الزوج في الاستمتاع وفي عدم الخروج إلا بإذنه، والقيام بأعمال البيت، نعم، من الخبز والعجن والطبخ وما إلى ذلك. وعليه، أي على الزوج، النفقة والكسوة بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: خيركم. كيف تعرف الخيرية؟ بماذا؟ بالتعامل مع الزوج. نعم، خيركم لأهله. نعم. وعليه، أي على الزوج، أن يعدل، يقول، بين الزوجات في القسم والنفقة والكسوة، ما يقدر عليه من العدل. هل من حسن العشرة أن يتكلم الزوج بهذا الكلام، يقول أخذنا، يقول لزوجتي عندما أرجع اليوم من البيت، يقول أخذنا ولله الحمد كتاب النكاح، وفيه التعدد، والتعدد فيه كذا وكذا وكذا؟ لا، هذا ليس من العشرة بالمعروف أن يخاطبه بهذا. حتى والله جاءني أحد الطلاب، كنا نشرح في نواقض الإسلام، فجاءني بعد الدرس وقال: من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. زوجتي تبغض التعدد، وكم أحدثها وأذكرها بالأدلة من كتاب والسنة وعمل السلف، وهي ما تريد التعدد. قلت له: ما معنى هذا؟ يعني تريد أنها يعني كافرة وانتهى الأمر؟ هي ما تبغض الحكم، هي مقرة بالحكم، لكن من الغيرة على الزوج أنها ما تريد هذا الكلام. ولماذا تذكر لها في كل يوم؟ هذا من سوء العشرة. صحيح، هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع زوجاته؟ لا. ثم في الغالب الذي يذكر هذا الكلام لا يتزوج،
فقط يؤذي الزوجة وغير هذا، يعني ما أريد أن نخوض في غير هذا. طيب، فإن وقع بينهما شيء لابد قلنا من العلاج الشرعي، وهذا ما يكثر يقع بين الناس اليوم لأننا لم نتعاطى الحلول الشرعية. الوعظ، وقلنا الوعظ يكون بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. ثم بعد هذا الهجر، الهجر يكون باللسان بأن يعني لا يحدثها مدة 3 أيام، وبعد 3 أيام يقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اتعظت بالوعظ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقلنا أن بعض الأزواج هدانا الله إياهم تأتي المرأة وتقول خلاص، قل لا، وين باقي؟ صحيح؟ أي نعم. طيب، إن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله، لأنه يعرف الأمور ويعرف ما عليه الزوج، وحكما من أهلها رجال يعرف الأمور التي يكون بها الجمع والأمور التي يكون بها التفريق وإرادة الإصلاح، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. نعم، فكل ما فعل جاز عليه، جاز عليهما أي على الزوجين. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالخلع والطلاق وغيره. كم بقي؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.